قمنا بتسليم رسالة لمدير الصليب الأحمر لإيصالها لكل المؤسسات الإنسانية والحقوقية وللمجتمع الدولي والهيئات المتحدة. أولا هي فحواها تتحدث عن الاحتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي. هناك مئات من الجثامين تم احتجازهم على مدار سنوات النضال الفلسطيني، احتجزهم، وأيضا في الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة وأيضا الحالية هناك الكثير من الجثامين المحتجزين لدى الطرف الإسرائيلي. هنا نطالب هذه المؤسسة أن تتدخل وتحمل المسؤوليات القانونية بعودة الجثامين لإيوائهم بطريقة شرعية ودينية ووطنية، وأن يكون لهم أيضا جنازات تليق بنضالاتهم وتضحياتهم، وأن يكون لهم أيضا قبور الشهداء التي يتم زيارتها للأمهات الأهالي. فهذا جانب مهم إنساني وأخلاقي. نتمنى على الكل الوطني وأيضا أن تتحمل هذه المسؤولية القانونية. كمان الانتهاكات، في هناك انتهاكات واختراقات للقانون الدولي وتعذيب وتنقيل بحق أسرانا في داخل ذول الاحتلال وحرمانهم من أبسط حياتهم الإنسانية ومقومات الحياة الطبيعية. فنطالب هذه المؤسسة أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم لدى كل المحافل الدولية تقديم المساعدات و احترام القوانين الإنسانية لدى أسرانا البواسل. ونتمنى أن تأخذ هذه الرسالة بحواها بالعمل الجدي، ليس فقط تكتفي برفع تقارير. صباح الخير لأسرانا القابعين تحت سجون الاحتلال الذين يمارسون أقسى أنواع العقاب بحق أسرانا وبحق مواطنينا. إنما يتعرض له أسرانا في السجون لم نعهده من قبل في أي من سجون العالم ولا بأي عذابات العالم. في هذه الوقفة الخجولة كنا نتمنى أن يشارك الجميع في وقفة يوم الثلاثاء وخاصة أهالي الأسرى، ولكن الظروف العامة تعذر الجميع. نتأمل الإفراج العاجل لأسرانا البواسل والرحمة لشهدائنا الأبطال. رسالتنا للأسرى وللمجتمع الدولي وللمؤسسات الحقوقية والقانونية أنه نحن لا نريد سوى إعطائنا حقنا الإفراج عن الأسرى الغير مشروط، لأنهم هؤلاء هم مناضلون وهم مقاومون، هم أسرى حرب وليسوا عصابات كما يدعي الإرهابيين سومتريش وبن غفير وحكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل. نحن نقول للعالم أعطونا ما أقرته خلال الهيئة العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، محكمة لاهاي. نحن نريد حقوقنا القانونية والتي أنتم شرعتموها والآن تتهموهم بالإرهاب والعجرفة وما إلى ذلك. نحن رسالتنا أيضا إلى الشعب الفلسطيني أن يخرج للتضامن عن فاكهة الشعب الفلسطيني، هم الأسرى وتضحياتهم وبطولاتهم. ونحن نتحدث اليوم عن عشرات الآلاف من الأسرى ما بعد 7 أكتوبر. كنا نطالب بسبعة أو 6000 أسير، اليوم نطالب فوق 15000 أسير، والعدد يتزايد يوما بعد يوم.